بتشتغلك اي شغلانه شريفه بمرتب يا اخي؟ ايه صعبه دي؟ هاي كلمه شغلانه شريفه دي بقى هي اللي انا ما بفهمهاش. كل ما اكلم حد يقول لي شغلانه شريفه. بشتغل عند سلامه في الورشه بملاليم ما تكفيش حتى حته عيش حاب، ويذلني شتيمه وقله ادب طول النهار، قال ايه بيعلمني. اشتغل في السنترال بخمسة جنيه في اليوم، خمسة جنيه في اليوم. سندوتشين وعلبه سجاير. قول معلش يا شغلانه شريفه. تقوم ترجع اللفه هي هي تاني. ولا يا صاحب المكان بيتهمني بسرقه الايراد. وهاتك يا ذل وقله ادب. وفي الاخر انطرد كلب ذليل قدام الناس، مع اني كنت ماشي معاه ما يرضي الله لغايه اخر الوقت. واخرتها اشتغل عند محروس. الكلب كمان الكلمه. يوم التاني بسرقه اللحمه اللي بوصلها للزباين، شفت وصلت لايه؟ بسرق لحمه. كل ده عشان ما اديش مرتبي اخر الشهر اللي هو برضه ملاليم. شايف ان ده سبب كفايه تخليك تسرق منه الفلوس؟ انا ما سرقتش، ده حقي. وبعدين المرتب اللي انت بتقول عليه ده المفروض يعمل لك ايه؟ يوكلك ويشربك ويجيب لك شقه وعفش ويجوزك ويخليك تصرف على بيتك وعيالك وتكبرهم وتعمل لهم مستقبلهم وتعلمهم وتخليهم احسن منك؟ وطبعا لما تموت لازم يلاقوا حاجه يرثوها ولا هتموت ورضيحي؟ شفت بقى انها صعبه؟ اي صاحب شغلانه يا باشا بيبقى مفتري جبار، بيحس بقوته وضعفك قصاد ظروف العيشه اللي مخليك محتاج الملاليم اللي بيديها لك ولازم تستحمل.